L'invité du jour. ضيفنا اليوم في الماتينال السيد محمد معز بلحسين وزير السياحة. صباح الخير سيد الوزير. الأخير مريم شو حبيلك لباس؟ الحمد لله شكرا ليك، شكرا على قبولك دعوتنا الصباحية. نعرف اللي انت عندك مجلس وزاري 8:30، ذيك علاش باش يكون لقانا بالتليفون. سيد الوزير، البارح انتظبت مأدبة افطار البارح نظمتها رئاسة الحكومة مع كل السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وكان عنوانها دبلوماسية سياحية في خدمة الاقتصاد التونسي. شنو هي الفكرة يعني؟ هو بالفعل البارح المأدبة الإفطار هذه اللي وضعناها تحت شعار دبلوماسية سياحية في خدمة الاقتصاد، وكانت مناسبة باش لمينا جميع الفاعلين في القطاع السياحي ومن المهنيين، هيكل العمومية، هيكل الخاصة، وكذلك معناها بالأساس اللي هم الممثلين تاع البعثات الدبلوماسية في تونس، السادة السفراء، وحضور كذلك معناها أعضاء الحكومة. واخترنا شعار متاع دبلوماسية سياحية، علاش؟ أول حاجة خطر نعرفوا إيمان أول حاجة بالأهمية متاع قطاع السياحة في خدمة الاقتصاد، وكذلك نعرفوا اللي دبلوماسية سياحية تنجم معناها تؤدي دور كبير تلعبوا في أول حاجة ساعة دفع القطاع السياحي، تنشيط متاعه وتنشيط الحركة السياحية، دفع الاستثمار، دعم وتأثير المهنيين، ومساندة معناها الإدارة من خلال معناها يقولوا احنا توا المعونة الفنية وتبادل التجارب والخبرات. كذلك معناها فما حشنا في تمويلات لازمة للاستثمار في القطاع السياحي. هذيك علاش معناها البادرة جات مشكورة من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية اللي نظمت هالمأدبة الإفطار هذية، وكانت معناها فما حضور كبير معناها من الفاعلين الكل، وكانت مناسبة أول حاجة باش أكدنا على أهمية معناها دبلوماسية، وكذلك كانت مناسبة باش نحييه الدبلوماسية التونسية اللي والعمل اللي قاعد تقوم فيه في الخارج من أجل تطوير معناها علاقات تعاون وشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة. كذلك معناها تحية لسفراء متاع السياحة التونسية في الخارج اللي هم جاليتنا بالخارج، مواطنين تونس بالخارج، اللي هذوكم زادا كيف الدور بتاعهم مهم جدا في الدبلوماسية السياحية. عندنا ممثليات متاع الديوان الوطني التونسي سياحة بالخارج، معناها الناس الكل اليد في اليد أول حاجة لخدمة السياحة التونسية ولترويج الصورة الحقيقية لتونس والسياحة التونس. يعني خاصة بالأوضاع اللي عايشهم العالم اليوم، وخاصة بالحرب اللي صار ما بين أوكرانيا وروسيا، يمكن تونس عندها مكانة، ويمكن البو غاني معناتها بلاس وتكون اون ديستيناسيون في الصائفة هذه. نعرفوا اللي السائح الأوروبي باش يغير طريقة تعامله مع لي فاكونس نتاعو، دونك يمكن تونس هوني تكون موجودة كوجهة سياحية آمنة. هو بالفعل احنا ديما نحب نأكدوا لتونس راهي وجهة سياحية آمنة. أول حاجة ساعة الموقع الجغرافي لتونس، القرب متاعها من أوروبا، هذا يخلينا عنا مكانة مميزة ويسهل معنا النفاذ لوجهة تونسية. الوجهة آمنة هذه أكدناها حتى في الفترة في الجائحة بتاع الكورونا لتونس، ثم معناها بروتوكول صحي اللي هو مطبق، ثم إجراءات متاع السلامة، إجراءات معناها، وهذه تو حتى القول وفعل، لو نحكيه على معناها وجهة آمنة قولا وفعلا معناها وشوف معناها حملة التلقيح اللي صارت في تونس، هذا علاش والحمد لله تو بالحق تونس وجهة آمنة. وفما إجراءات أخرى تم اتخاذها معناها بالتعاون مع وزارة الأخرى، وزارة الداخلية، وزارة النقل، لتسهيل معناها عبور متاع السياح الكل في ظروف آمنة. فما ذلك كيف تركيز على جودة الخدمات، تركيز ذلك على منظومة تأمين ذاتي، نعرفوا اللي يلزمنا نقولوا فما يقظة مستمرة معناها في السياحة في المؤسسات السياحية بتاعنا، دورة متاع الناس الكل باش نكونوا جاهزين للموسم السياحي. دونك كذلك كما قلنا احنا، لانه اليوم ينجم يكونوا فما سياح من دول اخرى يجيوا لتونس نظرا لموقعها الاستراتيجي كما قلت انت سيد الوزير. كنت صرحت انه الموسم هذا باش يكون موسم واعد، شنو اللي يخليك يعني تقول الكلام هذا، وشنو اللي يخليك تكون متفائل، وشنو الارقام اللي عندك ولا التصورات للصيف هذا او الموسم هذا سيد الوزير؟ هو احنا رسمنا هدف بالنسبة لسنة 2020، قلنا نحقق ما بين 50 و 60% من انجازات 2019،
ومعناها الهدف هذا معناها قلنا باش يسمو يتحقق فما برنامج عملي دفع القطاع السياحي. البرنامج العملي هذا نشتغلوا عليه ماهوش معناها باش تحقيق الهدف هذا باش يصير فما برشا خدمه وقاعده برشا خدمه خدمه في اول حاجه على مستوى ما نحكيه على المستوى الصحي، مستوى معناها الامني، مستوى معناها بتاع البيئه وجماليه المحيط والنظافه في البلاد، مستوى الترويج. وهذه مثلا البارح المائده الافطار هي نحكيه على الترويج للوجهه التونسيه، ذلك كيف خدمه كبيره على تنويع المنتوج. عندنا منتوج معناها في تونس فما ثراء كبير نتاع حضاري وثقافي وفما عده منتوجات سياحيه ولكن ناقص التثمين نتاعها والترويج لها والتسويق لها. فما ذلك كيف مساله المهمه هي التمويل ودعم معنا المؤسسات السياحيه. فالخدمه هذه باش تعطينا اذا كان كل شيء يصير على افضل وجه ان شاء الله ما نحقوا الهدف نتاع 50 بين 50 60%. والى حد الان مع المؤشرات طيبه احنا منذ بدايه السنه الى معناها اخر معناها احصائيات هي في 20 ابريل عندنا ارتفاع في عدد الوافدين على البلاد التونسيه بقرابه 150% مقارنه بنفس الفتره 2021، ولكن ما زلنا بعاد على مستوى 2019 اللي احنا توا في قرابه ال 45% مقارنه ب 2019. في العائدات السياحيه فما زياده بقرابه 50% مقارنه ب 2019 في مقارنه ب 2021. في نفس الشيء في الليل المقاضاة زياده بقرابه 100%. ما زلنا بعاد على مستوى 2019 وهذا مفهوم علاش احنا قلنا راهو الهدف نتاعنا ماناش نوصلوا لمستوى 2019 بس 2020 يا حبذا ما راهو صعيب برشا باش نوصل 2019. احنا قلنا الخطوه الاولى اللي احنا نقربوا اكثر ما يمكن لمستوى 2019. هذاك علاش فما مساله مهمه اللي هي نفاذ الوجهه التونسيه. النقل الجوي مهم جدا، وانا كنت في زياره نتاعي الاخرى معناها عملت زياره خاطفه وسريعه لبعض الدول الاوروبيه فرنسا والمانيا وايطاليا وشفت معناها المؤشر غاديك لمسته من خلال معناها اللقاء نتاعي مع جميع الفاعلين التور اوبيراتور معناها الممثلين نتاع الشركات السياحيه في العالم الكل. فما طلب كبير على الوجهه التونسيه ولكن فما اشكال اللي هو متعلق ب معناها قله ومتاع النقل الجوي وفما وخدمات المطار كذلك فما اشكال كبير سيد الوزير. يعني نشوفوا مثلا البارح في مطار تونس قرطاج الطياره كي تنزل ماضي ثلاثه يقعدوا ساعتين وثلاثه باش واربعه باش الناس تخرج من المطار. فما اشكاليات كبيره برشا معناتها باش نجموا نقدموا بالسياحه نتاعنا على كل المستويات. هو بالفعل توا هذوما المساله المتعلقه بنفاذ الوجهه التونسيه والخاص معناها جوده بتاع الخدمات في المعابر الحدوديه المعابر البريه والبحريه والجويه اللي هي محور مهم جدا في الخدمه اللي نخدموا فيها بالتعاون مع وزاره النقل مع وزاره الداخليه مع الهيئات المعنيه. وهنا نحكي فما نقطه ومساله اللي هو فما برشا تشكيات في مستوى مطار تونس قرطاج الدولي واحنا نتابعوا فيها. وانا كيف معناها نواجه تحيه للعاملين اللي يخدموا في مطار تونس قرطاج نعرفوا راهو فما اشكال كبير هو مستوى اشكال البنيه التحتيه في مطار تونس قرطاج. هذا ياثر ممكن معناها في وقت الذروه اللي تلقى معناها ساعات يجيو عده رحلات في وقت صغير. هذاك علاش معناها فما تعطيل في مستوى معناها الخروج نتاع السياح والزوار من المطار. ولكن معناها انا احس معناها اللي قاعدين نتبعوا فيه فما خدمه فما مجهود كبير وان شاء الله قاعده الخدمات ان شاء الله تتحسن بالاخص احنا تو مع قرب معناها الموسم الصيفي وعوده نتاع التونسيين بالخارج اللي زاد هذاك راه كيف لازم نقراو حساب كل شيء باش يكونوا جاهزين وان شاء الله معناها ما كل شيء يكون متوفر والظروف كل تكون طيبه في القادم الاسابيع. السوق الروسيه سيد الوزير السوق الروسيه اللي نعرفوا اللي هي من اهم الاسواق السياحيه اللي يجيو لتونس اليوم فما اشكال مع السوق الروسيه لي روس ماهمش باش يجيو في الصيف قاعدين تغيروا يعني في الاسواق تشوفوا في اسواق اخرى باش الناس تجي لتونس في الصيفه هذيا وتعوض السوق الروسيه. احنا هي السوق الروسيه مهمه ولكن معناها نعرفوا احنا فما حصه معينه للسوق الروسيه. احنا في 2019 اللي السوق الروسيه قرابه 600 الف روسي جاوا لتونس من جمله 9 ملايين و500. نعرفوا اللي هي مهمه السوق الروسيه ولكن عندنا اسواق اخرى كذلك مهمه وحتى ولو كان فما اشكال في مستوى السوق الروسيه ماذا بينا في اقرب وقت تصير مساعي دبلوماسيه وترجع معناها يرجع الامن يستتب في المنطقه هذيك كلها باش السياحه
ترجع، على خاطر السياحة قائمة بالأساس على السلم، ونعرفوا اللي هذه الأزمة اللي صايرة في الجهة في المنطقة ذكرى، فما تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع السياحي في العالم وفي تونس. احنا نعرفوا فما انقطاع نتاع حركة النقل الجوي ما بين روسيا وتونس، ما فماش حركة، معناها عمليات رحلات جوية ما بين الزوز دول هذية، على خاطر فما معناها شركة طيران روسية ما تنجمش معناها تأمن رحلات لتونس، ولكن شركة طيران التونسية تنجم هي تأمن رحلات، وإحنا قاعدين في مساعي مع شركة طيران تونسية باش تخدم على الوجهة الروسية باش تأمن الرحلات، ولكن حتى ولو في صورة معناها فما إشكاليات إحنا قاعدين نحاولوا ننوعوا ونتوجهوا لأسواق أخرى، باش الهدف اللي رسمناه واللي نشتغلوا عليه مع التعاون مع الجميع والأساس مع المهنيين إن شاء الله معنا نوصلوا له، بالرغم على الإشكاليات هذه. إحنا الإشكال هذه اللي قاعدين السياحة في تونس تتعرض له. قلت كذلك في تصريح سابق سيد الوزير أنه تونس تحب تغير السياحة متاحة، تغير النمط السياحة متاحة، تحدثت على أن توريزم بريميوم، يعني سياحة بلوس، سياحة تكون تجلب سياح من نوعية أخرى، ناس اللي يكونوا عندهم إمكانيات، ناس اللي تصرف، ناس اللي تجي لتونس للاكتشاف، ولكن مش فقط السائح العادي اللي عادي أسبوع في نزل وبعد يمشي للبحر ويروح. يعني عندك تصورات لسياحة جديدة في تونس؟ هو احنا في تونس عندنا كل شيء متوفر، وكي احكي على توريزم بريميوم راهو معناها هي السياحة، نقوله احنا السياحة اللي هي قدرة متاع الانفاق متاع السياح اللي يكون قدرة عالية راهي متوفرة في تونس. احنا تقولها ناقصة والترويج وتثمين وتسويق متاع المنتوج اللي عارف تونس، وهو أبرز المثال هذيك. احنا توا مؤخرا معناها نحكيو على السكس ستوري، نحكيو على قصص النجاح، مثالش احنا فما برشا مشاكل هيكلية في القطاع السياحي، برشا معناها صعوبات، ولكن مثالش نحكيو على النقاط المضيئة في السياحة متاعنا. مؤخرا فما وجهة متاع الظاهر اللي هي في الجنوب التونسي، وجهة هذه نحكيو على السياحة مختلفة، هي توريزم الترناتيف، السياحة البديلة، السياحة أنا نقول بريميوم، اللي هي وجهة هذه تعتبر بالأساس تاع سياحة مستدامة. الوجهة هذه اللي خذت في شهر مارس خذت جائزة أفضل وجهة سياحية خضراء في العالم، وهذه تقولوا في العالم معناها اللي تونس تنجم بالرغم الصعوبات الكل راهي تنجم تكون قبلة للسياح من نوع آخر مختلف، سياح يفركسوا على الثراء الحضاري، يفركسوا على منتوجات معناها اللي هي فيها جانب طبيعي استدامة، هذه كل متوفر في تونس. وهل النجاح هذا في وجهة الظاهر نجم نبنيو عليه نجاحات أخرى، وفما ديدي مو ديستنيشن مانجمنت أورجانيزيشن في عدة جهات تونسية قاعدين توا حاليا نشتغل عليهم في توزر، في الكيف، في زغوان، في تونس المدينة، في القروان، هذوما الكل نحبوا معناها وجهات سياحية، الجهات التونسية كل جهة تولي وجهة سياحية منفردة، ما عادش نحكيو على الوجهة التونسية، نحكيو كل جهة وحدها، وهذا هو بالأساس باش يخلي نحققوا ونمشيوا في الاستراتيجية المستقبلية اللي احنا قاعدين نخدموا عليها، استراتيجية 2035 نحو معناها يكون عندنا سياحة مسؤولة، توريزم ريسبونسابل، هذا مهم جدا. يكون عندنا سياحة مستدامة، والسياحة نحكيه أكثر من هكا اللي هي سياحة الناس الكل ينتفعوا منها، والسياحة تكون في جميع مناطق الجمهورية 24 ولاية على مدار السنة، على خاطر عندنا مشكلة زينا بتاع موسمية في القطاع السياحي سيزوناليتي، يلزم عام 12 فما السياحة في تونس. باش نختم معاك في 30 ثانية سيد الوزير، قبل ما نخلطوا إلى برنامج السياحة 2035، يلزمنا ببرنامج نظافة كبير، نعرفوا للإشكال الكبير هو نظافة البلاد اليوم، عندكم دون فو بريفيزيون une grande campagne de propreté. هو هي احنا الكومباني دي بروبرتي بديناها مع من تونس، وبعد مشينا لجربه، وانا شخصيا انا سيد وزير التبيئه مشينا لجربه وقمنا معناها بالشرف على الحفل هذا والمشاركه فيها، والحمله هذه راهو الناس الكل مشاركين فيها، المهنيين معناها بتاع القطاع السياحي اللي يخدموا في الوتله، واللي يخدموا في المطاعم السياحيه، واللي يخدموا في وكالات الاسفار، الكل ساهموا في الحمله هذه، كل خرج نظافه، المجتمع المدني، الكشافه، المصايف،
الناس الكل ساهموا في الحملة. الحملة هذه متواصلة في عدد جهات الجمهورية التونسية، ونعرفوا هو الإشكال ماهوش في النظافة، مش في التنظيف، على خاطر الإشكال هو في التصرف النفايات. بعد ما تصير حملة نظافة، الإشكال اللي معناها يلزم نحافظوا على النظافة متاع المكان اللي تم معناها قمنا به بحملة. علاش معناها فما وزارة البيئة، فما خدمة كبيرة قاعدة تصير على مستوى معناها في المصبات اللي هما باش يقبلوا معناها الفضلات هذه، وذلك كذلك الخدمة في الأصل والمسوخس هو كيفاش الفرز متاع النفايات. وشفنا معنا التجربة في شفناها في جربة معناها نحبوا نوصلوا يزاج معناها انترديسيون تاع البلاستيك يزاج نيك، معناها منع البلاستيك ذو الاستعمال الوحيد في جزيرة جربة، وكون تجربة رائدة. هذيك باش نقلصوا برشا من النفايات، بالخاص النفايات البلاستيكية في منطقة سياحية مهمة جدا لتونس. شكرا لك سيد معاذ بلحسين وزير السياحة على قبولك دعوتنا الصباحية.